عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله سبحانه وتعالى ذم المتكبرين في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد وأعاد في ذم التكبر في الملبس أو في احتقار الناس والتكبر عليهم أو إيذائهم احتقارا لهم، فكل ذلك، كل هذه الأعمال من الأعمال السيئة. لكن أيضا لا تكون مانعة من دخول الجنة، وإنما التكبر على أمر الله وأمر رسوله هذا نوع من المضادة لله جل وعلا ورسوله. قد هذا إذا اعتقد أن ما جاء عن الله وعن رسوله باطل فهذا يعتبر كافرا ويكون من أهل النار. ولذلك لما قال ما قال، قال بعض الحاضرين عند النبي: إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال. والله قال في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يظهر على عبده أثر نعمته عليه. لكن كل ذلك بالاعتدال. ثم إن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، يعني قد لا ينظر الله إليه نظر رحمة، أي لا يدخله الجنة مع السابقين. النبي قال: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه، يعني متكبرا. فالإنسان ينبغي له أيضا أن يحرص على إبعاد نفسه عن آثار التكبر، والنفس تحتاج إلى أن يتفقدها الإنسان، فإنها إذا استمرأت أمرا من الأمور ربما جرته إلى ما وراءه حتى يتكبر عن أمر الله. لذلك الرجل الذي قال له النبي: لا تشرب بشمالك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، يعني ما منعه من الاستجابة إلا التكبر أن ينتقد. الإنسان أيضا إذا انتقد في انتقاد يسوغ من المنتقد فلا يتكبر عن قبول النصيحة والإرشاد. كما أن الإنسان أيضا ينبغي له أن يحرص أن لا يعرض الناس لما يحملهم على مضادة الحق،